ايوه كده مظبوط. ازاي حضرتك؟ ازيك انت؟ والله انا مبسوط قوي يا جماعه. ده المنصوره الواحد الصدفة غريبة دي. الواحد الحمد لله معروف في المنصوره. يركب بقى يلبس بس كام لابس البس طبعا. انا من الصدمه بس مش عارف كنت بتتصرف صح. اه ليه صدمه؟ ليه يا عم؟ ربنا ما يجيب صدمه على حاجه. ازاي حضرتك عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. نورت المنصوره. منوره بيك. محمود؟ محمود شوقي. اسم الطالب محمود شوقي عبد السلام. صح؟ خلاص بقى بقاش طالب. بقاش طالب؟ اتخرجت خلاص. اتخرجت؟ ده شهادات إدارة التخرج؟ التخرج. كنت بتستلم شهادة التخرج. أيوة. بسم الله ما شاء الله ألف ألف مبروك. ألف ألف مبروك. وريني بقى يا عم. شهادة التخرج ده بعد إذنك يعني. اتفضل. بكالوريوس هندسة. أنت مهندس مدني. مهندس مدني. بسم الله بتقدير عام جيد. بسم الله ما شاء الله. مبروك يا عم محمود. مبروك يا باشمهندس محمود. دي حاجة لطيفة. واحنا رايحين فين؟ رايحين الموقف. رايحين انت هتوديني عشان انا مش عارف. هوديك. ها؟ انا ممكن عادي نلف شوية وانزل هنا اخد اي حاجة تانية عادي مش مشكلة. لا هو من قواعدنا عموما ان التوصيل علينا. لا والله ده خلاص. ولو المكان بعيد قوي يعني هنوصلك لاقرب حتة وبرضه التوصيل هتفضل علينا. حاجة تانية. لا يا عم محمود احنا عايزين والله العظيم ده انا مبسوط. ده انا كفاية يا باشا شوية يا راجل. ده ربنا يكرمك. ده الواحد مبسوط. احنا داخلين شمال كده ولا على طول؟ شمال اهو. تمام. المهندس محمود دي اول توصيل التاكسي بعد ما خد شهادات التخرج مهندس مدني من جامعة المنصورة على سن ورمح بتقدير جيد. بس انت كده انا كده هخرجك بره المدينه. انا كده رايح الموقف. مش وصلني بس لحد حتى الكوبري كده وانزل. قول لي بس احكي لي. ها اخبارك ايه؟ الحمد لله والله العظيم كله تمام. ورا حضرتك والله مبسوط بيك جدا. ربنا يخليك. ابتديت تشوف شغل ولا لسه؟ لسه بقى بعمل ورق الجيش. لسه بتعمل ورق الجيش. يلا ان شاء الله. عندك اخوات قد ايه؟ عندي اخ محمد. محمد ربنا يخليه لك. اصغر ولا اكبر؟ لا اكبر مني. اكبر منك. مسافر في السعوديه. مسافر في السعوديه. ربنا يرجعه سالم غانم زي ما بيقولوا. ربنا يخلينا حضرتك ويخليه في مكانه سعيد ومبسوط ومرزوق. ربنا يخلينا حضرتك. الوالد والوالده مبسوطين بقى؟ الحمد لله تمام. ها؟ اه اكيد الحمد لله كده. براءه خدوا منكم براءه. هندسه صعبه. لا وهندسه مدني دي بالذات ما فيهاش هزار. احنا المنصوره ما فيهاش هزار. لا بص جامعه المنصوره دي جامعه من يعني اللي بيدخلها ده محظوظ. ما فيهاش هزار دي. ها؟ ليه ما فيهاش هزار بقى؟ لان المنصوره صعبه عن المناهج نفسها صعبه وال هنا بس متميزه صح؟ يعني خريج جامعه المنصوره ده برضه خريج تقيل بالذات الصراحه. من اول ما العميد الجديد ده. العميد الجديد ده كويس. انا ما اعرفش اسم العميد. قول لي اسمه ايه؟ والله ولا انا. لان هو جه اصل هو جه في اخر مثلا شهر ليا. اخر شهر ليك. طب انت ازاي عرفت احنا كنا ازاي عرفت انه كويس؟ لان هو جه صلح حاجات كتير قوي في الكليه وبدا كان بينزل حتى يدهن هو بايده في الكليه. يا راجل. اه كنا بنشوف على الصفحه كل الكلام ده. اه فصلح حاجات كتير في الكليه عندكم يعني؟ حتى الشؤون عندنا دلوقتي لما دخلت انبهرت. ظبطوا الدنيا نقلوها في مكان تاني مكيف واللي هو وارقام زي البنك كده بالظبط. اه طب كويس والله كويس. فصل البرامج عن العام. شايف في تطور يعني. طب الحمد لله الحمد لله. بس في اقبال على كليه الهندسه في المنصوره بالذات؟ في كله. لا في كله بس اصل انا قصدي شغل الانشاءات والمعمار في المنصوره عالي؟ غالبا ما فيش هنا شغل كتير لان المدينه انت بقى ولا عشان المنصوره الجديده ولا المنصوره الجديده. اه ممكن شغل في المنصوره الجديده. انا بقول لك كده لان انا من اول النهار ركب معايا صناعيه كتير يعني. ركب معايا نقاش وركب معايا نجار مسلح وركب معايا اتنين اصحاب مكاتب مقاولات. ما شاء الله. ده انت وانت هندسه. انا اشتغل بقى بعد وانت هندسه بعد المشوار ده اشتغل. فبسم الله ما شاء الله يعني شكله كده في شغل الحمد لله كويس. اه ربنا يبارك. ربنا يبارك يا سيدي. نلاقي بس احنا الكلام ده بعد الجيش. لا خير ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. انت عندك كام سنه؟ عندي 23 سنه.